لو الحكاية فيها إن فيدي صعب جدا يعني النادي الاهلي عدى علينا صعوبات كتير الموسم اللي فات ان يبقى ختام الموسم دوت جايزة زي دي اعتقد ان هي بالنسبة لي هتبقى ليها قيمة كبيرة جدا مسؤولية طبعا ان انا لازم افضل على نفس المستوى واحافظ على صفتي شايف برضه ان في جايزه ثانيه يمكن بتصريحاتك مهمه جدا كابتن شوقي غريب قالها بالامس ان انت الحارس رقم واحد في مصر قبل مباراه الزمالك دي طبعا ثقه كبيره جدا وبشكر كابتن شوقي على الثقه الكبيره دي زي ما قلت لك دي مسؤوليه ان انت تبقى موجود في مكان كل اللي قبلك فيه كانوا عظام وعملوا اسماء كبيره دي مسؤوليه كبيره ويعني اتمنى ان شاء الله ان انا اكون قد الثقه دي وقد المسؤوليه وافضل احافظ على نفس المستوى طمنا على منتخب مصر